ما عندناش زبالة النهاردة. زبالة ده يا بدر، أنا الأستاذ حسنين مدرس اللغة العربية. حسنين؟ افتح يا بطخ. حسنين مين؟ أنت شكلك زبال. معاك الأستاذ حسنين مدرس أول لغة عربية وفي مدرسة بدر الثانوية المنصورة، حصل على الشهادة الإعدادية وسيادة المحافظ مقررني بذات نفسه في حضرة الأستاذ الكريم إبراهيم مين. والله مصدقني انا فاكك زبال. زبال؟ زبال ايه يا حبيبي؟ انك مدرس لغه عربيه تقول لي زبال؟ زبال ايه يا استاذ؟ انت عايز النطق ابني عشان تديله درس؟ طب ما عايز حضرتك ما تسكت كده يعني. الاب الاب غيبوبه. تعالى يا ناطر، تعالى يا ناطر، تعالى يا ناطر. ايه بقى في الباب وراك؟ نعم يا بابا. اه يا حيوان، خد هنا اهو. بص زبال يا استاذ. ليله ابوك طين؟ هجيب لك شاي. قرب لي خدك. تعالى انت قرب لي خدك. هجيب لك شهر. روح يا بغل. انت يا بغل. بس انا جامع يا حبيبي. قول يا حبيبي ازاي بور الفاح؟ مش احتطي يا استاذ. مش احتطي ده انت لطيف وظريف. طب اقعد بقى وارفع ايدك كده هنا. انت البال وسخه دي. مش فاهم انا. طب زنبو ده انت شكلك مدرس شاطر قوي. لا انا شاطر قوي وعجبك قوي قوي قوي. ده انا فاكرك زبال والله. زبال يا حبيبي. اقف جنبه. اقف جنبه يا عم. انت اقف جنبه. اقف جنبه يا. انت مزنبه لك ايدي. ابنك مش عارف يرفع الفاعل. ما انتش عارف ترفع الفاعل. ما كنت لدينا وانا ارفعه معاك. ها ها فين ولا بس؟ لا عمرك بقى. عمرك فين عادك ده؟ ارفع الفاعل انت وابنك. مش هو بترفع ازاي انا استاذ؟ مش ازاي والله ما اعرف. تعالى يا جماعه دول ساعه اتنقع ولا زي بس مش فين؟ وانت مش عارف تقول حاجه يا استاذ بقى. استاذ عارف يا استاذ. طب ايه؟ عيل صغير زي الغر الفاعل ده يعني هيجي يروح اكبر منه. تقيل عليه؟ قلت له وش ارفع لي في وشك قدام. ماشي يا استاذ. اه ارفع ايدك. ده الدار السافل. ارفع ايدك. تنحش يا حبيبي. تنحش يا بابا. تنحش. ايه؟ حاجه حلوه ليه؟ اقف يا حبيبي ارفع ايدك يا بابا. تنحش اقف ارفع ايد. اقف يا بابا. ارفع ايدك يا بابا. انت بتذنب الواد ليه كده يا استاذ؟ انت شغل يا حبيبي. شغل؟ عمل ايه يعني عشان تذنبه كده وتذنبني جنبه؟ انا اقول لك عمل ايه؟ مع ان كل الخلق من اصل طين وكلهم بينزلوا مغمضين. بعد الدقايق والشهور والسنين تلاقي ناس اشرار وناس طيبين. والمطلوب ايه ما تحصلها وخط يا لوزي. بص يا سيدي اعربي يا لوزي. اعربها لك بس اعرب لي ليه؟ قول. اذا رايت نيوبا ليس بارزه فلا تحسبن ان ليس يبتسم. يبتسم ايه اعرب يا سيد؟ ليس مفعول به. ده لو سمعك الليس ده يفعل بك الجلاشه. الجلاشه. اقف يا بغي ارفع ايدك فوق. ينجح ولا مش هينجح ولا هيجيب كاح؟ لا زي الكاح اللي انت بتاكله ده. انت مصرف اللي هم والله ما واكل. مش عارف بلد اصلا. لا ان شاء الله. هيبقى من الاوائل ان شاء الله الناس بتعرف الانجليزي. انجليزي؟ انت عربي باين لي صح؟ عربي ان شاء الله الاول الناس تطلع عربي. يعني عربي الانجليزي والعربي هم هم كلها لغايه ربنا يا استاذ. ربنا يستر عليك يا يوسف. ربنا يستر عليك. اهم حاجه لو انت هينجح عيب عليك ان شاء الله من الاول باذن واحد احد. طب قول له اكتب حاجه. قول يا ابني اكتب تعالى 140 صفحه 140 مره اكتب. معاك شهر طبعا يا زلمه. تعالى تعالى اعمل حساب. مبدئيا الفلوس 5000 جنيه في الشهر وما تفصلش معايا. انا هعمل لك واجب من الاخر وهم حصتين في الاسبوع ومش هكتر. انت كفايه الحبر اللي هيكتبه في ال 140 مره دولت. ما حرام برضك يا استاذ. يعني انت يا بغل بتبص على الحبر ومش باصص ل 500 جنيه اللي انا هاخدهم. ما تركز كده وفوق اما يا دكتور. ايوه يا استاذ قطع عليا. قطع عليا. مساء الخير. عبد ولا ايه ده كشري مش مساء الخير. ايش يا استاذ؟ اسيت الواد بقى سافل قوي يا استاذ. ما عادش فيه تربيه. لا يسلم الشرف الرفيع الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. الشاطر فيكم ابن الشاطر يعرب لي ده وأظبط. إيه؟ عرب يا حبيبي. عرب إيه؟ قتلني يا لك إيه؟ قتلني؟ قتلني يا بغي. ما تعرف يا عشان يا
وانت مش عارفش تعرف؟ عارف ايه؟ اللي انا قلته ده. انت قلت ايه؟ اقسم بالله ما اعرف قلت ايه، صدقني ده بجد. اقول لك بيت شعر بتعربه لي يا بيت. انا بقى حاجه بعون الله. وحرك الباه ممن قلبه شبمه، اعرف ما تحته خط. شعر ايه بشعر صدرك اللي طالع ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عندك زيه؟ ايه عندك زيه؟ ايه عندك زيه؟ اسكت اسكت. ايه يا ابني انت طالع طالع يا ابوي، انت ما فاهمني يا ابني ولا انت في ايه يا ابني؟ والله مش غلط عليك انت صح؟ ارفع لي الفاله يا حبيبي. تقيل يا استاذ. جر لي مفعول؟ ينفع شحتته؟ لا ينفع، ينفع شحتته. خش اغسل مواعيد يا استاذ. امشي يا جوز المره. قول بتاع. خش يا نطع يا شرطه. ماشي يا حبيبي. خش يا ابني كتير 40 مره يا ابني. لا. اه ميزة عايزة. انت فين يا بنت؟ يا يوسف. اوعى بابا. هات لي الصابون السائل من عندك. لا ده نطر كده جاي من بس. ممكن اكلم ابويا استاذ؟ روح روح يا ابني روح. لا بس ده انت فاهم ان انا بدرس لغة عربية. انا الحشيش في التقويم يا بنت. تعالي لي بالليل. اه البس القميص النوع الاحمر الشفشيش. لا الاحمر لا، ما انت عارفه اللي بتعرف قدامه الاحمر. البس الشفتيش. اه يا ابني تمر من مر هجيب. اه ماما انت عيلك يا بيه. لو فضلت ب 10 بتلسع يا استاذ. بتلسع يا حنين يا حنين على وسطي يا اشتك. كل بتاع البلد. لا 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 لطيف وظريف وانت وابوك ودمك خفيف. الامر يا يوسف هات الصابونه من البتاع. صابونه ايه يا راجل يا مايس؟ ينفع اسيب الاستاذ وامشي يا استاذ؟ روح روح انكم لم عليكم على ابوك اشكال وسخه. فعندي غيارات وعايزك تاخدهم يا استاذ طارق. ابعتهم وانا هاخدهم لك فمين فمين. النهارده اه اتصل لك انا بعد استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم هيبقى لنا عليه وجيه. ماشي طيب وادي انك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم استاذ ابراهيم. النتيجة الواد بان النهارده، الواد يوسف بانت النهارده شوفها لنا كده. انت بتقول ايه؟ صوت خد يلا اشوف المدرس الكفتر اهو. ما وسقط. ما عادش في مدرس محترم يا جدعان، كله همه كده على الفلوس وعلى كرشه وعلى اكله. كله يا بنت هنشوف مين عندها. اهو الحاج طارق. الحاج ابراهيم مبارك يا غالي. والله زعلان منك. ليه بس؟ خش بس والله اني زعلان منك. ليه يا الحاج؟ ده في مدرس مش عارف حاجه يا حاج ابراهيم. استاذ النعناع. نعناع حسنان باين. حسنان ده ولا اسمه ايه؟ الواد سقط يا ابو الحاج. والله الواد ابني لقيته بيشكر في ايه وكده، قلت يلا مش مشكله. هم المدرسين كده والله الا من رحم رب. والله الا من رحم رب ما عادش في قلبه ما عادش في قلبهم رحمه. اه يا همهم فلوس فلوس فلوس. اكتب 140 مره ده كانت خلي الواد يكتب بتاع 50 مره في مدرس كده يا جدع. عشان ايامنا كان الكتاب كان الكتاب وقعدنا جلوه كلنا وكان العيشه حلوه ولا في دروس خصوصيه ولا في قهر. يا ريتنا نرجع لايام زمان يا ابو الحاج. والله العظيم يا طارق ما عاد في بركه ولا عاد في كل واحد بيخاف ضميره كده، ما عادش زي الاول. الله ربنا يرحمنا برحمته الواسعه يا رب. لا من رحم رب تلاقي بعض المدرسين يتعدى على الصوابع اللي هم تلاقوا يخافوا ربنا ويتقوا ربنا، لكن اكترهم دلوقتي فاتح لي نت واللي بياكل كيكه واللي بياكل بيكه واللي بياكل مش عارف ايه ما
محدش بيخاف ربنا. الله ربنا يرحمنا برحمته. يلا وربنا يسترنا يا رب وان شاء الله. خليه بس يجتهد ويذاكر كروت وان شاء الله ربنا يوفقه. غض منهار جوه. ربنا يوفقه ربنا يوفقه ان شاء الله. مش عايز اضرب ولا عايز ازعل بس انا غلطان. انا جبت مدرس زي ده اهو. والله ما هي بشاره يا طارق. ربنا يرحمه. والله ممكن اقول لك الاستاذ فلان دوت مشهور ومعمول والحوارات دي كلها. امبراطور لغه عربيه ومش عارف المتنبي. خد فاضي وممكن تلاقي انسان محترم ومتواضع دوت وكويس. الله ربنا يرحمنا بقى. مو بس الحصل اللي يا شباب. مش عارف اقول معاك. خد معاك.